عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا اخر حاجة اخدناها في التاريخ هو عصر الخلفاء الراشدين، واحنا كلنا عارفين ان احنا كان عندنا 4 خلفاء راشدين. طيب بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين بدأ يظهر عندي دول جديدة او خلافة جديدة، بدايتها كانت الخلافة الاموية، وبعد كده جت الخلافة العباسية، ودي اللي هنتكلم عنها النهاردة او هنبدأ بيها موضوع درسنا. طيب الخلافة العباسية دي كانت فين؟ كانت مقرها في بغداد. بغداد دي موجودة عندي في العراق. طيب الخلافة العباسية دي كانت بدأت فيها فترة ضعف، بدأت تستعين بعناصر غير عربية. يعني ايه عناصر غير عربية؟ يعني غير عرب زي الفرس والأتراك. واحنا عارفين ان كان تابع للخلافات الإسلامية ولايات، اللي احنا هنتكلم عنها هي ولاية مصر، زي ولاية مصر اللي هنتكلم عنها النهاردة. طيب بدأ الفرس والأتراك دول انتهزوا فرصة ان الخلافة العباسية بدأت تضعف، وكانوا عايزين يستقلوا بمصر عن الخلافة العباسية. يعني ايه يستقلوا؟ كان عندي نوعين من الاستقلال، استقلال تام عن الخلافة العباسية، ودي كانت بتمثلها دولة اسمها الدولة الفاطمية، هناخدها ان شاء الله بعد كده. اللي هنتكلم عنها النهاردة هو استقلال شكلي او اسمي. يعني استقلال شكلي او اسمي؟ يعني هو تابع للخليفة العباسي بس هو اللي بيحكم مصر، ومن ضمنها الدولة الطولونية اللي هنتكلم عنها النهاردة. طيب الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة هو أحمد ابن طولون، مؤسس أول دولة مستقلة اسميا أو شكليا عندي في مصر، والدولة دي متسمية على اسمه وهي الدولة الطولونية. طيب مين أحمد ابن طولون؟ أحمد ابن طولون هو تركي الأصل، كان من الأتراك لكنه نشأ وتربى واتعلم في بغداد اللي قلنا هي مقر الخلافة العباسية. طيب هو جه لمصر ازاي؟ بيقول ان هو انتقل لمصر ليحكم نيابة عن واليها، كان الوالي في مصر في الوقت ده اسمه بايك باك التركي، هو انتقل لمصر علشان يحكم نيابة عنه. وبعد وفاة بايك باك التركي ده أصبح أحمد بن طولون هو الوالي الفعلي لمصر، وأسس دولته اللي هي الدولة الطولونية. طيب يلا يا ولاد اكتبوا السؤال ده ورايا في أول فقرة في الكتاب المدرسي صفحة 32، ما النتائج المترتبة على وفاة الوالي بايك باك التركي؟ هتبقى الإجابة أصبح أحمد ابن طولون واليا على مصر. شايفين المسجد اللي قدامكم ده يا ولاد؟ هو مسجد أحمد ابن طولون، ومن أكبر المساجد اللي عندي هنا في القاهرة، وكان بيميزه كمان إن هو ليه مأذنة، ليه سلم المأذنة خارج المأذنة، وكانت المأذنة خشبية. يبقى تاني يا ولاد، هو أسس مسجد أحمد بن طولون وهو من أكبر المساجد عندي في مصر، وهو المسجد ده كان تحفة معمارية. طيب بناه فين؟ بناه في مدينته اللي أسسها في مصر، وكانت عاصمة الدولة الطولونية وهي مدينة القطائع، واتسمت بالقطائع، هي جاية من كلمة قطعة لأنه قسمها لقطع وبدأ يوزعها ويقسمها على الجيش بتاعه علشان يعمروها. طيب أحمد بن طولون بقى عايز يحمي دولته، هيحميها ازاي؟ يبقى هيكون جيش كبير جدا قوي ومدرب. يبقى تاني حاجة عملها أحمد بن طولون لما جه مصر هو كون جيش قوي ومدرب. طيب هو أحمد بن طولون علشان استقل بمصر يبقى هو كده شخص ظالم أو غير عادل؟ لا بالعكس، ده هو كان بيعامل المصريين بطريقة كويسة، وكان بينشر العدل ما بينهم، وكان عنده مساواة ما بين الناس، بيساعد الفقراء بالأموال والصدقات. يبقى أحمد بن طولون عمل على نشر العدل ومساعدة الفقراء بالأموال والصدقات. يبقى هنا نحط السؤال يا أولاد، هو دلل على عدل أحمد بن طولون، يبقى عمل إيه؟ ساعد الفقراء بالأموال والصدقات. طيب يبدأ يهتم بحاجة كمان وهي الزراعة، فيهتم بالزراعة ويقيم الجسور ويحفر الترع والقنوات. يبقى عمل إيه أحمد بن طولون؟ اهتم بالزراعة وأقام الجسور وحفر الترع والقنوات. يبقى هنا برضو يا ولاد سؤال يجي لي، دلل اهتمام أحمد ابن طولون بالزراعة حيث أقام الجسور وحفر الترع والقنوات. أنشأ كمان حاجة مهمة عندي وهي حاجة اسمها البيمارستان. البيمارستان ده هي المستشفى اللي احنا عارفينها كلنا دلوقتي، بس كانت في العهد الإسلامي أو العصر الإسلامي كان اسمه البيمارستان. طيب هو أنشأ البيمارستان ده ليه؟ يقول لي عشان بيعالج المرضى بالمجان، يعني ما كانش بياخد فلوس من أي مريض كان بيتعالج في البيمارستان ده. يبقى البيمارستان ده إيه؟ هو دار للعلاج وتدريس الطب في العهد الإسلامي، أنشأه أحمد بن طولون بالمجان.
طيب يا ولاد، احنا اي حاكم قوي عندنا بيحب ان هو يوسع دولته ويوسع حدود دولته. احمد بن طولون فعلا واللي ساعده على توسيع حدود دولته ده الجيش القوي اللي قلنا انشاه وكونه جيش قوي ومدرب. طيب بدا احمد بن طولون ان هو يوسع حدود دولته في اربع اتجاهات. اول حاجه من الشمال مد حدود دولته لبلاد الشام، يبقى اول حاجه اتجاه الشمال مد حدود دولته اتجاه الشمال لبلاد الشام، وفي الجنوب مد حدود دولته جنوبا الى بلاد النوبه، ومن ناحيه الشرق مد حدود الدوله الى الحجاز شرقا. يبقى مد احمد بن طولون حدود الدوله الى الشام شمالا والى بلاد النوبه جنوبا والى بلاد الحجاز، الحجاز اللي هي مكه والمدينه اللي في السعوديه دلوقتي شرقا، واقليم برقه عند ليبيا غربا. طيب زي ما احنا متفقين يا اولاد ان كل دوله بتبدا قويه وبعد كده بتمر بحاله ضعف، وفعلا الدوله الطولونيه هتمر بحاله الضعف دي وهتنتهي. يبقى هنا يجي لي السؤال يقول لي دلل على ضعف الدولة الطولونية، هيبقى الإجابة إيه؟ إن هي إن انتهاء الدولة الطولونية. طيب في الوقت ده هتبدأ تظهر دولة جديدة تاني وهي الدولة الإخشيدية. طيب الدولة الإخشيدية دي بدأت إزاي أو جت مصر أو بدأت في مصر إزاي؟ بيقول لي في الوقت ده كان في دولة اللي قلنا اتكلمنا عنها في أول الدرس كانت مستقلة استقلال تام عن الدولة أو الخلافة العباسية، كان اسمها إيه؟ أيوة الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية دي كانت بدأت تظهر عندي في بلد اسمها المغرب. في الوقت ده كانت الدولة الفاطمية عايزة تعمل هجوم أو ففي الوقت ده الخليفة العباسي أرسل جيش عشان يصد هجمات الدولة الفاطمية، وكان قائد الجيش ده واحد اسمه محمد ابن طاغ الإخشيدي. طيب وفعلا نجح محمد بن طاغ ان هو يصد هجمات الدوله الفاطميه، فعلشان الخليفه العباسي يكافئ محمد بن طاغ اداله ولايه او منحه ولايه مصر، وقدر محمد بن طاغ ان هو يستقل بالدوله بمصر عن الخلافه العباسيه، برده كان استقلال شكلي زي الدوله الطولونيه، وكمان كافئه مكافاه كمان واداله لقب اسمه الاخشيد، اللقب ده معناه ملك الملوك. يبقى هنا يجي لي سؤال مهم يا اولاد، هو دلل على شجاعه محمد بن طاغ الاخشيد، هتبقى الاجابه ايه؟ حيث استطاع صد هجمات الدوله الفاطميه ومنحوا الخليفه العباسي لقب الاخشيد. وزي ما احمد بن طولون برضو بقى كان في بدايه حكمه كان بيحاول ان هو يعيد الامن والنظام في البلاد وكون جيش قوي، برضو محمد بن طاغ الاخشيد هيبدا ان هو يعيد الامن والنظام للبلاد. طيب تاني حاجة هيعملها محمد بن طاغ الاخشيد ان هو هيضم لملكه او لحكمه الشام والحجاز. طيب اشمعنى الحجاز بالذات كمان؟ بيقول لي علشان يكون له الاشراف على الحرمين الشريفين اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي. كان في الوقت ده كان شرف لاي حاكم ان هو يكون ليه يضم لنفسه الحجاز او لملكه الحجاز، زي ما بنسمع دلوقتي كده لما بيجي ملك السعوديه بييجوا يقدموا يقولوا خادم الحرمين الشريفين، فده كان شرف ليه، فهو ضم الحجاز علشان يكون ليه الاشراف على الحرمين الشريفين اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي. بعد كده تالت حاجه عملها محمد بن طاغ الاخشيد ان هو حمى البلاد من اي خطر خارجي. يبقى تالت حاجه حمى البلاد من الاخطار الخارجيه. رابع حاجة بيقول إن هو حرص على الاحتفالات بالأعياد المسيحية زي عيد الغطاس وكمان الأعياد الإسلامية. يبقى هنا برضو ممكن نحط سؤال، هو دلل على التسامح الديني أيام الدولة الإخشيدية، يبقى إيه؟ حرص على الاحتفالات بالأعياد الإسلامية والمسيحية كعيد الغطاس. اكتبوا معايا كمان السؤال ده بما تفسر حرص محمد بن طاغ الاخشيد على ضم الحجاز، هيبقى علشان ايه؟ ليكون له الاشراف على الحرمين الشريفين هو المسجد الحرام والمسجد النبوي.